تتطلع هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر إطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه. فبعد دراسات مقارنة مع أفضل الدول العالمية المتقدمة، تم تحديد هدف لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة. استخدام وسائل وأدوات ترشيد استهلاك المياه يعد كفيلاً بحل المشكلة جزئياً، فحسب دراسات وجولات ميدانية بيّنت أن أعلى معدلات الاستهلاك يكون خلال فترة الصيف. كاميرا أخبار الدار وفريق من هيئة كهرباء ومياه الشارقة ترافقوا خلال إحدى جولاتهم الاعتيادية، حيث تم تركيب مجموعة من قطع مرشد صنابير المغاسل التي تستخدم لتقليل كمية المياه المتدفقة. طبعا دورنا احنا في قسم الدعم الفني في إدارة الترشيد يشمل تركيب قطع مرشدة في المساجد وبعض المباني الحكومية وحتى بعض المباني التجارية. القطع هذه تقريبا توفر في حدود بين 20 و40%. حاليا احنا نقوم بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية باختيار بعض المساجد اللي فيها استهلاك عالي في الماء، وسعرها طبعا في متناول الإيد تقريبا، يعني في حدود بين 10 و15 درهم سعرها. فممكن الواحد يعني إذا ركبها في البيت عنده ممكن يغطي تكلفتها خلال شهر إذا حسبناها من الناحية المادية. ترشيد استهلاك المياه سيقود بالضرورة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء التي بدورها تعمل في توصيل الماء. فالجولات الميدانية للفريق المتخصص بهيئة كهرباء ومياه الشارقة تجوب كذلك المناطق السكنية خلال فترات معينة لمراقبة الاستهلاك العام للمياه والكهرباء، إضافة لتفقد أسطح المباني التجارية ومراقبة التسريبات التي قد تحدث لأي الأسباب. التفتيش بشكل يومي، وعندنا ثلاث أقسام. عندنا القسم أول شيء سلوك نقول الماء هدر المياه، وسلوك هدر الكهرباء، وهذه البطاقة الخضراء اللي هي مثلا أنا أعطيت مثلا هذا البيت الحين أعطيته هدر كهرباء، بعد 3 أيام 4 أيام رديت البيت هذا نفسه، شفت أن الأمور يعني خلاص بند الكهرباء، بند استهلاك الكهرباء واستهلاك الماء، نحط له شكرا لك، ويبين بعد الفاتورة توفير عالي في الفاتورة. يعني طبعا هذا نوع من حالات التسرب في المباني. هاي التسربات طبعا قبل العداد، طبعا يقوم قسم التفتيش بعمل تفتيش دوري للبنايات لتأكد من سلامة التوصيلات الخارجية، وهذا بعد ما يهدر بدون وجه حق. يعني التنمية المستدامة وتنمية الوعي بقضايا المجتمع الحيوية ضرورة تستوجب تعزيز التعاون بين كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات في الإمارة، بحيث تنتشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وجعلها سلوكا يوميا يمارسه سكان إمارة الشارقة للحفاظ على نعمتي الماء والكهرباء.